انا اسمي نور. انا اسمي رواح. انا اسمي مرام. وانا اسمي بسام. احنا بدنا كاميرات لانه الاعلام مهم جدا في النبي صالح، واحنا بحاجه الها لتوثيق انتهاك الاحتلال ضد الانسان والانسانيه في قريه النبي صالح. بس مش بس في يوم الجمعه، احنا بدنا اياها لكل ايام الاسبوع. وسائل الاعلام هي الاداه القويه ضد الدعايه الاسرائيليه، لانه بتظهر بصريا للعالم حقيقه الاحتلال الاسرائيلي، وبتظهر حياتنا في ظل الاحتلال. واحنا بنؤمن باستقلاليه الاعلام اللي بيقوم الانسان بصناعته بعيد عن اي توجهات او تغيرات لنقل الاحداث كما هي، ومنعتمدش على وسائل الاعلام الرسميه فقط. احنا قمنا بانشاء فريق اعلامي شبابي في القريه مكون من مجموعه، لكن بنواجه بعض الصعوبات بالشيء هاي لانه ما عندناش كاميرات، قلت الكاميرات ونوعيه الكاميرات، بالاضافه الى المخاطر اللي احنا بنواجهها، واحنا المخاطر اللي بنواجهها من قبل الاحتلال. لذا احنا بنرجوكم انكم تساعدونا حتى نتمكن من رفع مستوى الاعلام داخل وخارج فلسطين وكشف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في شعبنا. نطلب منكم تقديم الدعم لنا في المشروع ودعم النضال الشعبي لدينا. نحن بحاجه للتخلص من الاحتلال اولا من عقوبة